يبدو أنه ليلة البارح كانت أخف بكثير من اللي صار ولت البارح وولت البارحين. أكيد أنه ليلة الفارطة الأحداث اللي صارت فيها الوقت نتاعها أخف برشا من الليلة الأولى والثانية، وهذا إذا كان باش يكون السبب فيه هو المجهودات الأمنية اللي قامت بها الوحدات نتاعها نعاود نشكروها على المجهودات اللي قامت بها، كذلك المجهودات اللي قامت بها العديد من وسائل الإعلام الوطنية اللي خلينا نقولوها معناها ندت بالأعمال الشغب هذه وصفتها الوصف الصحيح، ونشكر زادة كذلك المجهودات اللي قاموا بها العديد من المواطنين التعاون نتاعهم في المجهودات نتاعهم مع الوحدات الأمنية وتعاطوا معهم في العديد من الجهات. هي حاجة باهية، لاحظنا أن المواطنين كانوا على درجة عالية من اليقظة وأيضا من كيفاش نقول من الحكمة ومن التعاقب، من الوعي، فاهمين شنو اللي قاعد صاير وخرجوا تعاونوا مع قوات الأمن في حدود ما يجب، لأنه نأكد مرة أخرى أنه الدولة التونسية موجودة، وقلت البارح الكلام هذا ونعاود نقوله اليوم، دولة تونسية موجودة، دولة تونسية قائمة، مؤسساتها قائمة، كل واحد يخدم خدمته، مكافحة المنحرفين راهو خدمة الأمن، أما المواطنين كما قلت أنت يعاونوا شوية ويردوا بالهم على رواحهم، يكونوا معناتها مأمنين منازلهم وممتلكاتهم، وخاصة ما يتجمهروش وقت اللي تكون فما عمليات المطاردة نتاع المنحرفين هذوما. والحاجة الثانية اللي نعاود نأكد عليها وقلناها البارح سيد العميد، أنه يلزمنا زادة نميزوا ونفرقوا ما بين الاحتجاجات ذات الصبغة السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللي هي مدنية فوالا وتحترم مبادئ الجمهورية، وما بين هالمخربين المنحرفين اللي أنا بارح سميتهم عصابات تاع السراق لا أكثر ولا أقل، هذوما السراق يكسروا معناتها يسدوا الطريق بالحجر ويبراكيوا في المواطنين، والبارح هذول يحاولوا أنهم يعملوا براكاج القتال. البارح شنو الولايات سيد العميد وليد حكيمة اللي خرجوا فيهم هالمنحرفين هذوما وقاموا ببعض أعمال الشغب طيلة سويعات من ليلة أمس؟ بالنسبة للحصيلة نتاع البارح، عندنا في ولاية القصرين بالتحديد في تالا عندنا اقتحام مقر منطقة الأمن الوطني بتالا، وبعد إخلائها من الوحدات الأمنية في نطاق سياسة ضبط النفس أخلتها الوحدات نتاعنا، تم اقتحامها وتم حرقها. كذلك في تالا حرق منزل عاون أمن بتالا، يعني ما نعرفش باش نزيدوا نأكدوا أكثر من هكا، يعني عاون أمن تحرق دار وما فهمتش وين الاحتجاج، يعني كي الغفور. ما قلنا ما همش محتاجين سي وليد، قلنا هذوما ما همش محتاجين، هذوما منحرفين ومعتدين فقط، ما عندهم حتى علاقة بالاحتجاج. جست باش نأكدوا معناها عندنا بالمهدية كذلك حرق حافلة تابعة لشركة النقل بالساحل بمدخل مدينة شربان التابعة لولاية المهدية. عندنا بن عروس تعرض زوز مواطنين لافتكاك درجاتهم النارية تحت طائلة التهديد بالأسلحة البيضاء. ثم في جهة الزهرة محاولة اقتحام مغازة، لكن الوحدات الأمنية نتاعنا تصدت لهم، وفي التصدي نتاعها تم إيقاف مجموعة للتحري معها. عندنا كذلك تو بالنسبة لمجموع الإيقافات نتاع البارح 328 إيقاف يندرج في خانة نتاع التهم اللي هي كما قلناها الشغب، الحرق، النهب، قطع الطرقات، الاعتداء على الممتلكات. كذلك تم إدراج 7 في التفتيش نظرا للتحريات والشهادات أعطات اللي كونوا 7 أنفار هذوما تم إدراجهم في التفتيش. نعاود ديما بالله ملاحظة نقول اللي كونوا الوحدات الأمنية راهي ما تدرج بالتفتيش وما يتم إيقاف إلا ديما في إطار قانونية اللي هي بعد استشارة النيابة العمومية. فما إجراءات قانونية وقضائية لابد من احترامها أكيد. بالنسبة للسيارات الإدارية اللي تم الاعتداء عليها البارح ما بين شرطة أمن وطني وحرس، هي 10 سيارات، معناها الباقي تتواصل لديقاء بصفوف الأمن الوطني ووسائله. وبالنسبه للاصابات في الاعوان ما بين امن وطني وحرس وطني 21 اصابه. هذه حصيله 3 ليالي سيد العميد ال 21 اصابه؟ لا لا لا، انا اعطيتك حصيله هذه ذكرت الكل حصيله ليله البارح. البارح هكا فما 21 عون امن وعون حرس وطني تعرضوا لاصابات. بالضبط. يمكن حبيت نسألوا على القطار، الحادثة بتاع القطار اللي يربط بين سوسة وتونس، يظهر لي فما محاولة على مستوى حمام الأنف، وشفنا فيديو في على الانترنت قاعدة تدور للقطار، يظهر لي على مستوى طهر صفر، محطة طهر صفر.
هي بالضبط هي في على مستوى محطة الطائرة الصفر، نعم. لكن ما صارش براكاج معناها، نعم. هي مجرد محاولة، مجرد محاولة بتاع استيقاف القطار، نعم. لأنه الوحدات الحرس الوطني دخلت في الإبان وفرقت المجموعة هذه، والقطار واصل السير بتاعه وما دامتش برشا معناها، نعم. بالنسبة للحي ابن خلدون ذو اللي محاولة لحرق مقر الأمن وكذلك المعتمدية، اي محاولات بالطبيعة، لكن نعم. انا اعطيتك الحصيل، نعم. المحاولات فما برشا احتجاجات وبرشا تحركات، نعم. ما نقولش احتجاجات، فما برشا عمليات نتاع محاولات، محاولات الحقيقة العديد من من من, من مقرات السيادة سواء كانت مؤسسيات، مستودعات بلدية، مقرات أمنية، لكن الكل تم التصدي لها من قوات الأمن بتاعنا، وهذا كما قلت ونعاود نزيد نقول إذا يدل على حاجة يدل على الحرفية والجاهزية. نعم نجم دينا عندك سؤال، تفضل. ورا فينا هذول العميد حكيمة، نجم تفضل. عندي سؤال، معناها التحقيقات الأولية مع الناس اللي تم إيقافهم سواء البارح ولا وقت البارح في الليلة اللي قبلها، شنو ورات؟ فماش وراهم أطراف معينة؟ طبعا ماهي السياسية نتصور الأكثر، لكن فماش شكون حرضهم للخروج وشكون يقف وراهم حتى أوليا؟ لو كان تسمح لي، أنا بالنسبة لي أنا باش نقول لك حاجة واحدة، أنه جانب التحفظ بتاعي ما يسمح ليش أنه أبحاث مفتوحة حاليا أني باش نعطي عليها معطيات. أكيد فما أبحاث، أكيد فما أطراف، أكيد هذا ثابت، لكن بالنسبة لي أنا ما نجمش نعطي حتى أي معطيات حاليا على بحث مازال مفتوحة وما عندوش برشا. السيد العميد وليد حكيمة، نعاود نذكر لسيادتك المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني، البارح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سي خليفة شيباني كان ذكر أنه من بين الناس اللي تم إيقافهم في بعض المناطق على ما أعتقد في ولاية القصرين ولا في نفزة، فما زوز عناصر مصنفين كعناصر تكفيرية ومعروفين، وفما شكون فيهم كان مع المجرمين الإرهابيين في سوريا كان يقتل في الناس وعاود رجع لتونس، يعني فما على الأقل شبهة انتماءات في قراءة أولية. هذا ثابت وفي المحاضر الهدائيين وفي المكافحات اللي كونوا اللي شاركوا ونجموا نقولوا حتى أشرفوا على حرقان المركز نتاع نفزة والسيارات والمستودع البلدي، هم أشخاص مصنفين منهم واحد فيها قرار شتاري معناها إقامة جبرية، نعم. هذا ثابت، نعم. هذه ما نجموش نقولوا جهاد، معناها ماهيش جهاد بالنسبة لنا احنا، فهمتني؟ معناها هو جزء أشخاص هذوما مصنفين خطيرين. باهي، وفما معلومة أخرى، تحيين ربما المعلومة أخرى، الشخص اللي تم وهو موظف عمومي اللي تم إلقاء القبض عليه البارح في القصرين في سيارة إدارية وفوق منه مبلغ 2000 دينار، هل تم إطلاق سراحه اليوم صباح؟ بالنسبة لي أنا المعلومة ما عنديش حاليا، ما نجمش نفيدك بها. اتفقنا، فما معلومات أخرين تحب تضيفهم سيد الولي سيد العميد؟ الحاجة الوحيدة اللي نحب نقولها، اللي نعاود ونأكد عليها وميساج أسمحوا لي في الشيء ذي، نعاود ونقول شكر خاص لوحداتنا للمواطنين ولوسائل الإعلام، مجرد ملاحظة بسيطة، رجاء التثبت من الأخبار من مصادرها الرسمية، خاطر البارح لاحظنا فما فيديوهات حتى 2011 و2012 وفما صور مركبة و نحاولوا ناخذوا المعلومة سواء السادة المواطنين سواء وسائل الإعلام من المصادر الرسمية وشكرا. نعم، إذا كنت تخرجوا أنتم زاد نشرات محينة في أوقات مش بعيدة ياسر على بعضها، كل ربع ساعة ولا كل نص ساعة، هذا يعاون أيضا المواطنين أنه البوصلة نتاعهم تتعدل وما ياخذوش هيك الإشاعات اللي الغاية نتاعها أنها تبث البلبلة والفزع وتفجع الناس. مرة أخرى نقولوا ما تهولوش وما تتفجعوش، وما فما حتى شيء، ومجرد منحرفين لا اكثر ولا اقل. مازال عندك حاجه تحب تسالها للسيد العميد؟ سيد العميد وليد حكيمه مني، مازال عندك ما تقولوا؟ شكرا لك سيد العميد، يعطيك صحه على تدخلك معنا، نعرف اللي وقتكم مضغوط انت وخليفه شيباني الاثنين، العميد خليفه شيباني ايضا، نعرف اللي وقتكم مضغوط برشا، ولكن هذا واجبنا احنا ايضا وسائل الاعلام انه احنا زدنا نضغطوا عليكم مش نجموا تكونوا موجودين معنا وتعطيوا المعلومه الدقيقه والصحيحه للمواطنات والمواطنين، وهذا واجبنا. انت شكرت وسائل الاعلام، المفروض انك ما تشكرناش وقت اللي نكونوا مهنيين وصادقين ووطنيين وندافعوا على الاعلام الصحيح والمهني والمحايد واللي يقول الحقيقه. شكرا لك سيد العميد، بقيه يوم طيب.